قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح في حديث قدسي يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وهذا حق، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته. ثم بعد الإجمال جاء التفصيل: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وأما بيان الحديث فإن الله عز وجل خصم لكل ظالم، لكن المقصود شناعة هؤلاء الثلاثة، وليس المقصود حصر الخصومة فيهم، وإلا فالله عز وجل خصم لكل ظالم. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. وهذه الزيادة ليست في البخاري لكنها صحيحة. ثم قال: رجل أعطى بي ثم غدر، أي أنه أعطى صاحبه موثقا بالله أنه لا يخونه ولا يغدر به، ثم لم يوفي معه مع توكيده عهده بالأيمان، فهذا خصمه الله عز وجل. والغدر والخيانة ليست من أهل المروءات في شيء، بل ليست من أهل الدين في شيء. وأعظمه عندما تكون الخيانة عياذا بالله في موطن أنت مستأمن فيه، كمن يخون وطنه، يخون بلاده، يخون من يأتمنه على أهله حال غيبته، أو من يأتمنه على داره وأمواله، فكل ذلك من الخيانة التي عظم الله عز وجل جرمها وقبح جل وعلا شأنها. فقال الله عز وجل هنا في الحديث القدسي: ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، تسلط على حر ثم زعم أنه رقيق مملوك ثم باعه ثم أكل ثمنه. وليس المقصود الأكل المعروف، لكنه غالب الانتفاع بالأموال. ورجل استأجر أجيرا، وهذا يقع في زماننا كثيرا، كم من بيوت وشركات ومؤسسات وطرائق كثر يعمل فيها موظفون أجراء يعدون بمكافآت لا يعطون شيئا منها، أو يعطون أقل مما يعدون به، أو يأتي رب العمل صاحب الشركة، صاحب البيت، صاحب الدار، فيتحرى أخطاء ليست موجودة حتى يخصم من صاحب الحق حقه، ويقول إنك قصرت في كذا ولم تعمل كذا وكان الشرط بيننا كذا، ويختلق أمورا يعلم أنها غير موجودة، كل ذلك حتى لا يوفي الأجير حقه. فمن كان هذا حاله عياذا بالله وعفانا الله وإياكم منه، كان الله عز وجل خصمه يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استوفى أجيرا عمله ثم لم يعطه أجره.